لميس خانم، بتحبي تشربي شي؟ لا شكرا سهيل. بعد ساعات من توقيف الشرطة لسائق عائلة زياكيل الشوفير سعيد، نيهان زياكيل ابنة عدنان زياكيل وخطيبة مهند خزندار، كاتبين خطيبة مهند خزندار كان لازم يكتبوا خطيبته الحبوبة، تم إسعافها إلى المشفى. وحسب التصريح الذي جاء من العائلة، نحن لازم نأسس تحت غرفة للإعلام. عن جد عم بحكي، مجريات الخبر الصحيح كتير مهمة. نعم مدموزيل. فرحت كتير لأنك حاسة حالك منيحة، بس أنت عاملة عملية، يا ريت تقومي ترتاحي شوي. بس اتعب بطلع لفوق. وحسب التصريحات أيضا يقال إن قدم نيهان زياكيل قد ردت ويدها كسرت، وقد وردنا أنها فقدت توازنها ووقعت عن الأدراج. ولأن المعلومات الواردة من قصر زياكيل غير كافية، فقد أخذت الإشاعات طريقها بين الناس. شو بتحبوا الحكي؟ من جهة ثانية، لوحظ أن مهند خزندار كان متخوف جداً ولم يترك خطيبته حتى بعد خروجها من العملية. يا الله مهند، شو بك؟ بكفي مليت. سمعت انكم مقربين موعد العرس شوي لقدام، برأيك ما بيكون احسن؟ بيتغير الموضوع ومنسكر تمام العالم كلياته. اساسا اذا قدمتوا موعد العرس رح تخلوا الناس تشتلق، بيقولوا هدول ليش تزوجوا بهالسرعه هي. وهذا المزبوط، كل العالم عم يستنوا عرسك. لا تستعجلي، هدول بكل الاحوال رح ينتسوا. هيك رأيك انت؟ ايه. طيب اذا كان هيك لا تكبري الموضوع، خلص رجعي على البيت. وضعنا مو بهالبساطه حبيبتي، على القليلة مو سهل قد اللي بينك وبين مهند. نحن عم نعيش علاقة حقيقية. ليش علاقتنا نحن مو حقيقية؟ بتعرفي منيح مو هذا قصدي. أنا وعدنان متزوجين، والإهانة اللي تعرضت لها كانت كتير كبيرة، وهذا الشيء صعب أقبله. بس طيب، زيارة المريض طالت كتير. لا تقومي، لا تقومي، انتبهي منيح على حالك وطيبي بسرعة. لا تتسرعي بقرارك، حاولي تروقي وتهدي، لا يكون قرارك مبني على ردة فعل. بخاطرك ليكي لهذا صار عم يتردد يبوسني كمان. بلا سخافة. شوفك، مع السلامة. اتصلي أكيد. ليش بابا عم بيعمل هيك؟ ما عمل أي شي مشان يصلح غلطته مع سمر، تركب المشفى هيك لحاله. طلع شي؟ اي سمر خانو. ما رح انتظر ماما، سلمي لي عليها. يوصل يا خانو. ليكن لك فكر بنوم، متأكدة مو حابة رافقك لبرات القصر؟ م-م.